السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، وموضوعنا النهاردة عن خطأ واحد يؤدي الى تلف المذر بورد، فتابعوني. اهلا وسهلا بكم اخواني، وموضوعنا النهاردة عن عطل واحد بيؤدي الى تلف المذر بورد اللي موجودة في جميع طبعات الكانون البيكسيما، وده شكل المذر بورد اللي بداخل الطبعات. ايه هو العطل دوت؟ العطل دوت بيبقى عبارة عن المذر بورد بتاع حضرتك بتحتاج الى ريسيت، ان بيجي لك رسالة لو انت عندك طابعة فيها شاشة فهيظهر لك E07، اما لو انت عندك طابعة ما فيهاش شاشة فهيظهر لك على شاشة الكمبيوتر 5B00. والعطل ده معناه ان وحدة الامتصاص قد امتلأت، فهو بتحتاج الى تصفير في المذر بورد. ففي ناس كتير اول ما بيظهر لهم العطل دوت بيخشوا على اليوتيوب ويعرفوا الحل ازاي. ففي فيديوهات كتيرة موجودة في اليوتيوب بتتكلم عن العطل دوت، بيبقى تحت حاطين تحت الفيديو لينك كده بيبقى عبارة عن برنامج بيعمل ريسيت او تصفير للطبعة. وقتها البرنامج ده بيبقى مش مرخص وبيبقى مزيف، فاول ما الناس تتفرج على الفيديو وتطبق الخطوات بتؤدي الى تلف المذر بورد ولا ينفع لها تصليح ابدا. الفيديوهات اللي جاية ديت هتوريك ازاي تعرفت ان انت حرقت المذر بورد وما ينفع لهاش تصليح. انا دلوقتي هوريك الفيديوهات تعرفكوا انتوا ازاي حرقتوا المذر بورد. في حاله من الحالتين تؤدي الى تلف المذر بورد، ايه هما الحالتين دول؟ اول حال ان انت وديت الطابعه بتاعتك عند اي حد فني موجود في اي مكان وهو دخل شاف الفيديوهات ديت وعمل ريسيت وحرق المذر بورد. الحاله الثانيه ان انت دخلت على اليوتيوب واتفرجت على الفيديوهات وطبقت خطوات وبرضك حرقت المذر بورد. تقول لك ان هو ما فيش حل تالت انه يؤدي الى تلف المذر بورد، يا اما وديتها لحد صلحها لك وعمل فيها كده، يا اما انت حاولت من على اليوتيوب وحرقت المذر بورد. نروح للفيديوهات هوريك ازاي انت حرقت المذر بورد وازاي تبقى شغاله. يلا بينا. زي ما انتم شايفين قدامي دي طبعه اسمها G2400. الطبعه دي ما فيهاش شاشه. المفروض الطبعه دي جايه لي المذر بورد بتاعتها محروقه. تعال نشغل الطبعة ونشوف هيحصل فيها ايه. طبعا بنشغله عادي جدا، ايه هتديك الارم. ايه هو الالارم؟ عدوا معايا، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، ستة، سبعة. بتقف شوية وتعيد تاني، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. ايه سبعة ده؟ سبعة ده عشان ما عندكش شاشة، فهيديك على شاشة كمبيوتر ان هو 5B00 اللي هو واحد الامتصاص قد امتلأت. طب دلوقتي انا عايز اعرف المذر بورد ازاي اتحرقت. كل اللي هنعمله ان احنا هنخش في وضع الريست بتاع الطبعه، اللي هو بنثبت صباعنا هنا ثابت وبنثبت صباعنا هنا وبنشيل ديت، ويلا ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، ادي خمسه، وشيل ايدك من الزر ده. دي ثبتت. ثبت ده معناها ان هي المذر بورد اتحرقت او تلفت، يعني المذر بورد اتحرقت او تلفت، مفيش حل تاني. طب ايه اللي حرق المذر بورد؟ اللي حرق المذر بورد ان انت رحت عند واحد بتاع صيانه ووديته طبعا على عطل ال 5B00 او B07 او E07 عشان يعمل لك العطل دوت، ودخل لك برنامج اللي هو بيعمل ريسيت لوحده الامتصاص مزيف او غير مرخص، فبيحصل العطل ده بيؤدي الى تلف المذر بورد، وده مفيش حل تاني التصليح، يعني هو لازم المذر بورد دي تتغير، مفيش تصليح اصلا. او انت ممكن تكون دخلت على احدى فيديوهات اليوتيوب اللي موجودين على اليوتيوب واتبعت الخطوات ديت وقال لك حمل البرنامج اللي تحت اللي هو الخاص بريست وحده الامتصاص، فنزلت البرنامج وعملت ريست فالموضوع ما اتغيرش، فجيت تكرر حصل معاك العطل دوت. فده بردك الحالتين دول هما اللي خلوا المذر بورد تتحرق، اللي انت رحت عند حد واديتها له يعملها لك، او انت دخلت على المذر بورد. عمر ما المذر بورد تعمل من نفسها كده، لازم يكون برنامج مزيف يعني حضرتك نزلته واتبعت الخطوات وحرق المذر بورد. حتى لو تلاحظ ان مفيش اي رد فعل من خالص ان ان اللمبه دي تختفي، يعني زي ما شايفين حتى ما بتطفاش بتطفاش. فكل اللي عامله انك هتشيل الفيشه اللي موجوده في الطبعه. ودلوقتي ممكن حد تاني يجي بكل بساطه يقول لي
طب يا باشا انا ممكن اخليها بدل ما هم خمسه يعني اخش في وحده الاعدادات ديت واخليها اربعه وهشغلها عادي جدا. اللي زي كده انك تثبت صبعك برضو وبعد كده شبك كده، ادي واحد اتنين تلاته اربعه. اشتغلت يا باشا اهي. يا باشا ما اشتغلتش انت كده ولا هتطبع، هتطبع معاك بس مش هتصور، او ممكن تطبع وممكن ما تصورش، لكن ده كده ما شغلتهاش. العطل زي ما هو، انت دخلت في حاجه اسمها السيف مود اللي انت تخش تعمل ريسيت للطبعه، هي كده ما اشتغلتش برضو، يعني كده مش هتشتغل معاك. فيديوهات كتير بتوضح ازاي تعمل الخطوات دي، وعايز اقول لكم ان اي خطوه بعيده عن الريسيت او جهاز اللي هو البرنامج الريسيت اللي هو موجود في التوقيات او الصيانه المعتمد، اي حاجه غيره بيؤدي لتلف المذر بورد. يعني انا شفت فيديو من بعض الفيديوهات ان واحد دخل وعمل حبة زراير كده وعمل مش عارف ايه واشتغلت. ده يا باشا ما اشتغلتش، هي هو ما عملش حاجه، هو شغال مثلا 10 15 ورقه وهتقف تاني. او لو انت في فيديو تاني شفته بيعمل نفس الخطوات بس حاجه تانيه والمذر بورد اتحرقت، هو الحل الوحيد ان انت لازم توديها لمركز صيانه معتمد او وكيل عشان يعمل لك ريسيت ده عنده، بس مفيش حل تاني. قال لي واحد بتاع اي واحد تاني بتاع الكمبيوتر هينزل بتاع اليوتيوب ده ويقول لك المذر بورد اتحرقت، ودي مش اول مره المشكله دي تقابلني. وفي حاجه تانيه نسيت اقولها لكم، هي دلوقتي شغاله في الاربع مرات اللي عملتها لكم. طب دلوقتي لو جيت طفيتها، جيت اولعها، مش هتولع معاك. ايوه مش هتولع معاك، مش هتولع معاك، مش هتولع معاك الا لو شلت الفيشه اللي موجوده في الطبعه وسبت الطبعه ميه قرب تلت ساعه هتشتغل. هي كده فصلت باور ميه قرب تلت ساعه. حبيت اوضح لكم بس ان لما حد بيسب ايده كده وبعد كده يعمل واحد اتنين تلاته اربعه تشتغل معايا، بس لو جيت طفيتها مش هتشتغل معاك بعد الا بعد ما يقرب تلت ساعه. ففي الحاله دي مفيش حل غير انك تغير المذر بورد. وبعدين انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان الموضوع اللي هو توقف ايدك كده وبعد كده تعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمس مرات، دي مش ريست. لا يا باشا ديت انت هتخش على انها تبدا تعمل لها سوفت وير بتاع واحد الامتصاص في خطوه تاني من على الكمبيوتر. يعني من غير خطوه الكمبيوتر دي مش هتشتغل معاك، يعني هي من غير خطوه الكمبيوتر مش هتشتغل معاك. لكن دي كده تلفت خلاص، اللمبه الصفراء الثابته دي اللي ما بتنورش ولا تطفي دي معناها المذر بورد كل سنه طيب عليها. بس اتمنى ان الموضوع يكون نال اعجابكم. مستني اي استفسار ليكم بخصوص طابعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناة كانون العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.